أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال احتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية أن الطاقة تعد هي الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في مختلف المجتمعات، كما تعد شريان التنمية في مختلف مجالات الحياة، مضيفا أن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دورا محوريا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر. عقد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة تنفيذ الالتزامات الحكومية بمشروع محطة الضبعة النووية، حيث أكد مدبولي أهمية المشروع لما يسهم به من توفير طاقة نظيفة تخفض من انبعاثات الكربون وزيادة نسبة الطاقة المتجددة ضمن مصادر توليد الكهرباء، كذلك تحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدات وتحسين جودة الخدمات. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن استراتيجية الوزارة للتعامل مع التحديات وتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف تحقق نتائج إيجابية في هذا الصدد، حيث أوضحت المؤشرات الأولية زيادة الإنتاج من البترول والغاز خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل خام يومياً، وبدء تصارع أنشطة الشركات العالمية للتنمية والإنتاج والاستكشاف في ظل استمرار الوزارة في تنفيذ سياسات تحفيزية لضخ المزيد من الاستثمار. قالت وزيرة التنمية المحلية منال عوض إن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة وتوسيع نطاق اللامركزية لمشاركة أكبر من المجتمع المحلي في اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لملامح خطة الوزارة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب. قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش إن دون حل القضية الفلسطينية سيظل العالم يعاني من غياب الأمن والاستقرار، وأضاف الهباش أن هناك توافقا عربيا على أن الاحتلال الإسرائيلي هو سبب كل الأزمات التي تشهدها المنطقة، وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو إنهاء الاحتلال والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية. شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أهمية مواصلة الجهود الإنسانية والدفع نحو اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد الرهائن وينهي معاناة الفلسطينيين. وأكد بايدن خلال كلمته في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو أهمية تحقيق التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الأولوية لدى الحكومة اللبنانية هي وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان وحفظ سيادة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كافة، وكل ما يحقق هذا الهدف له الأولوية. وشدد ميقاتي خلال لقاء الموفد الرئاسي الأمريكي أماس هوكستين على تطبيق القرارات الدولية الواضحة وتعزيز سلطة الجيش في الجنوب.